خذ القلم والقرطاس وباعت مكتبتها تلبية للجهاد المقدس. وهكذا توالى يعني دور الإمام في توجيه الأمة حتى جاءت ثورة التحرير. ولكن قبل ذلك في المرحلة التي كانت تهيئ لجيل التحرير ولجيل نوفمبر، حدثنا كثير من العلماء عن الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله، وحدثني شخص سماعا كان حاضرا معه في صلاة المغرب على جبل الأوراس في ذات مرة في زيارة من زياراته لشعب جمعية العلماء المسلمين. وأنتم تعلمون أنه يعني كان ذلك قبل الثورة، فعندما صلى بهم المغرب وهو إمام صلى بهم المغرب والتفت إلى من حوله بعد أن أتم الصلاة وهم يقرؤون المعاقبات، قال لهم: أشموا ثورة من هذا الجبل، أشموا ثورة من هذا الجبل. يعني هذا استشراف، ولكنه أيضا توفيق من الله سبحانه عز وجل أن يكون هذا الرجل الإمام، يعني ليس فقط إماما بفكره، إماما بمحفوظاته، إماما بالكتب التي اطلع عليها، ولكنه إمام أيضا في قلب يشع بالنور وبالإيمان، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. وقد ذكرت لكم قصصا عن أمثال هؤلاء الرموز الذين ينبغي أن نتخذهم قدوة في مجتمعنا وأن نحدث الناس ولا نمل بالحديث عنهم. وذكرت لكم مرة، اسمحوا لي إن خرجت عن الموضوع، ولكنني ما زلت في الموضوع لأنني أحدث الناس عن الإمام. حين صلى الفجر ذات مرة في جبل في مسجد الأخضر في قسنطينة، فجاءه أحد المصلين الذي كان خلفه، وكان الوقت شاتيا، كانت الدنيا في مشتات. تقدم إليه قال له: يا إمام، ولد لي هذا الفجرية صبي وليس لي زيت أدهنه به، فقر. فرنسا منعت الناس حتى من خيرها، كانت تنحي الزيتون تاع الناس وتديه، هي صاحبة السلطان يومها. فالشيخ ابن باديس عليه رحمة الله أعطاه برنوسه، قالوا: خذه وبيع هذا البرنوس والشي اللي جابوا لك اشتري به واش تحب. وهذا الكلام ذكرته بحضرة شقيقه الذي توفي مؤخرا عليه رحمة الله. فأخذ ذلك الرجل هذا البرنس، وكان البرنس محببا إلى الشيخ ابن باديس لأنه لا يقبل على الله مصليا إلا به، لا يقبل على الله مصليا. اليوم احنا نصلي بالديميموش، ولكن يعني الإمامة طبعا هذه صلاة جائزة، لا نتحدث عن الجواز، نتحدث عن هيبة المكان، عن هيبة من تقف أمامه. فكان يحب أن يصلي، ولكن أعطاه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. راح السيد يبيعه في سوق في رحبة الجمال، كما نحطوا حنا الحولي والناس يعطوا السوق. جاء واحد من الأعيان في قسنطينة، شاف البرنوس عجبه واشتراه، وقال: والله لا يصلح هذا البرنوس إلا لعبد الحميد بن باديس، وداه له هدية وصلى به الظهر. دق عليه الباب: شوفوا، هؤلاء أئمتنا، هذا إمامنا من الصالح. في أثناء تدريسه عليه رحمة الله، هناك من يقول 12 درس في اليوم، هناك من يقول أكثر. المهم، عندما يدرس التلاميذ في المدرسة القرآنية أو في معاهده يدرسهم الجغرافيا، كان يدرسهم الجغرافيا ويعلم أبناءنا حدود الجزائر، ويقول لهم: هذه الحدود ليست هي حدود فرنسا. معنى كان يعطيهم الوعي السياسي، يعطيهم وعي سياسي الذي يبين للإنسان كيف يحمي وطنه، كيف يدافع عن وطنه، كيف يكون جبهة صادة لكل مؤامرة ضد هذا الوطن. كان يربي الناس، وهو اللي قالنا: يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوب ولا تهب. هو الذي كان يدرس في موطأ الإمام مالك، وهذا تجدونه في مجالس التذكير من حديث البشير النذير عليه الصلاة والسلام، عندما كان يدرس حديث
برقة بعضنا وتربة أرضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال: وددت لو أن هذا الحديث وضعه محدثون في باب حب الأوطان وليس في باب الرقى. هل منين هذا؟ هذا هو الإمام الذي كان يصنع التوجيه ليعيد الجيل الذي سيفجر الثورة. طبعاً ما كانش موجود في الثورة، لكن أتباعه أخذوا هذا النفس، هذه الروح، أخذوا هذا النفس وهذه الروح واتفقوا، يعني يعملون على هذا النهج النبوي، على هذا النهج النبوي، وانتشر الحمد لله هذا الوعي لدى الشعب الجزائري. حتى جاء وقت، ونخلي الأساتذة هم اللي يحكيوا على التفاصيل، ربما هم أدرى مني، وحكى لي ذلك الشيخ محمد طاهر الحلي رحمه الله، وأذن الله أن يكون لقاءنا اليوم عليه، وما درناش احنا الأربعينية، ولكن هذا أكبر تكريم بعد التكريم اللي داروه الناس في ثالث أيامه، وداروا وزيعة وجمعوا الناس ودعوا له بالخير، والحمد لله ورب شنا يرحمه برحمة الواسعة، وجمع له الله تعالى ألسنة الخلق فدعوا له بالرحمة من الشرق، من المشارق الأرض إلى مغاربها، بل في بيت الله تعالى الحرم، ذكرنا في المدينة ودعينا له، وذكرنا في مكة ودعينا له، وذكرنا في عرفة ودعينا له. هؤلاء الأولياء الله تعالى يعني حببوا الحق إلى الخلق، فأجر الله تعالى دعاء الخلق على ألسنتهم محبة لهذا الرجل. هذا من الولاية. الناس تلهج بذلك، يعرفوني ما يعرفوش. كان يحدثني عما طلبه منه سعمروش عليه رحمة الله قبل أن يذهب إلى الزيتونة. ولما راح الزيتونة قالوا: أنتم نحتاجكم في إعمار الجزائر. أنتم تعلمون، روح قرأوا في الزيتونة. وكان يشرف على المجموعة التي تذهب إلى 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 الزيتونة، إلى تونس، لكي تأخذ العلم، هو وغيرهم من المشايخ. طبعا الشيخ محمد طاهر الحلي كان مفتيا، كان قاضيا في ثورة التحرير، كان مجاهدا، وبقي على هذا الجهاد إلى أن نقله الله سبحانه عز وجل إلى رحمته. نقول ذلك يعني احتسابا على الله سبحانه عز وجل، لأنه وعد بذلك، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. هذا رجاؤنا في المولى سبحانه وتعالى. ولكن الشيخ طارق تعالجت، أنا كنت مرة في ملتقى في الفندق الأوراسي والتقينا معه، وكان ما عندوش سيارة يروح بها للبيت. فقلت متابعينا نكتفي بهذا القدر لهذه الندوة التاريخية ليوم الوطني للمجاهد. نعود إلى ضيفي الكريم السيد عبد الكريم.